صباح الفل يا رجاله، ده اول مستحمى للحمام، ربع ميه نظيفه، ادي شويه التحديد في قلب الارضيه، مسه الميه بتاعتهم، وادي ده طبق تشت الميه بيتحط لهم ميه نظيفه، بس اللي هم ينزلوا البودره اللي على جسمهم. ده اول مستحمى عشان نبقى ماشيين مع بعضنا كده خطوه بخطوه ان شاء الله. لا الجو برضو الشمس تكون طالعه ما تجيش في عز الساعه، تحط لهم اللي هو ايه تشت الميه يستحموا فيه. الشمس طالعه كويسه تبدا اللي انت تحط لهم تشت الميه كده اهو، وما بتملوش على الاخر، يا دوبك ما يغطيش كف ايدك، يعني تحط كف ايدك في قلب تشت الميه كده ما يعداش برضه، بحيث اللي هو ايه الحمام ما يبرقش، ولا الحمام برضه ايه لان بقالهم فتره ما بيستحموش ما يدوسوش على بعضهم، وممكن فرد حمام ايه يغرق لو مال الميه على الاخر. ما تنساش برضه الحمام بينزل في قلب تشت الميه فبيرفع الميه، نادي الحمام ابتدى اللي هو ينزل الارضيه اهو، ابدا بقى ايه ينط في قلب تشت الميه. شوية تحديد ده برضه في شوية بذور، في شوية فحم، بحيث اللي هما ما يقدروش في أي حتة وماسكين أرضية الغية بتاعتك. ده بقى كده كلهم ورا بعضهم اهو، كله ياخد بقى الدش بتاعه ويطلع يوسع على اخوه. الصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتم بتتفرجوا علينا. في يوم جديد وحلقة جديدة تجهيز حمام النش لموسم النش، يجعله موسم خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين، وكل من قال آمين. النهارده إن شاء الله هنفتح للشوية اللي يعتبر الصومم بتاعتهم نشفت، جو شمس النهارده، جو حلو، وهتلاقي كده كم مقطع كده اللي هم إيه بتاع الحمام ده، أول مستحم للحمام اللي هو فك عضله كان بيتهوى وبيتشمس. بالنسبه برضو لو انت ما شفتش الفيديو اللي قبل كده اللي انا كنت منزله، لو انت عندك حمام خلص وحمام مخلص هتلاقيه عندك في قلب القناه عشان خاطر تبقى مستوعب واحده بواحده كده اهو معانا وماشيين في السليم. دلوقتي في حمام اللي هو جهز ده خلاص، انا ببتدي دلوقتي اللي هو ايه ياخد المستحمات، وبرضو التاني ده ببدا ان انا ايه افك له عضله واشتغل معاهم المستحمات بحيث اللي هم يبقوا ايه ماشيين مع بعضهم. يعني اول امبارح فتحت للشوية الاولانيين خدوا ميه نظيفه، التانيين اتهووا تحت شبكه ميه لقيتهم عضلهم فك، رحت فاتح لهم وحطيت لهم تشت الميه وميه نظيفه. كده الفرق بين دول ودول بيبقى يوم بس شغال معاهم ميه نظيفه. يعني انا حميت النهارده مثلا، تاني يوم بريح اليوم اللي بعده، فتاني مستحم ليهم هيبقى يعتبر ميه بملح خشن. الملح ده يا جدعان خشن، بيعظم الريشه بينشفها، يعني بدل ما تلاقي الريشه كده، لان الريشه بطبيعتها بتبقى طالعه اساسا ضعيفه. ضعيفه دي من قله غذاء، لازم ان انت بتغذي فرد الحمام كويس عشان خاطر الريشه بتاعته يبقى فيها عصب، ما تطلعش ملفوفه منك، ما تطلعش اللي هي ضعيفه اي خبطه فيها تحصل لها مشكله. فانت الحموم ده مش اللي هو مثلا ايه روتين ولازم تعمله، ده حاجات اساسيه لازم تعملها، ده في تجهيز اللي هو حمام النش. تمام يا رجاله، معلش اللي طالع عليكم، ما بحبش نطول برده عشان خاطر اخواتنا وحبايبنا كده اهو، واحد برده بيبقى لسه صاحي. ادي دولاب بقى نخش على الحمام اللي يعتبر
تعلق. يعني كان في الحمام اللي هو الشريطة دي حاطتها للحمام اللي هو لسه ما كانش جاهز، وده البيبان بتاعته من غير شريطة دولت اللي جاهزين معايا. فابتدي اللي انا افتح الهدود ده فرد الحمام اللي كان فاصل الصمة بتاعته، بس ده خريطها له اهو، خريطها من الجدر بتاعه الناحيتين. ادي الصمة ايه مخروطة ايه، لو واضحة كده ايه برضو بفتحه معاه، لان هي يعتبر الصمة نشفت، بس الصمة دي عايزة اللي هي ايه تتنسي. بدأ يشيل نفسه هو اللي بيقوم، اللي مش قادر ابدا المكان. تاخد بقى بالك من الحمام بقى اللي هو ايه دولت كانوا جنب بعضهم، دولت يعتبر تاني يوم لفتحه، تاني يوم لفتحه. عندك الاتنين حلص دولت، الاتنين حلص دولت متبوابين جنب بعضهم. بص ده بقى ايه السم اللي هم عاشقين بعضهم، سدات مسافة ما تفتح يومين تلاتة كده اهو خلاص انسى. عايز تخلف ببانهم برضو بحيث اللي انت ايه تنسيهم، عايز تقفل على ده يوم وتفتح لده يوم. بس هي في حته اول كام يوم تهويه انا ما بفرقش معايا، يعني في حته كام الايام الاولانيه في التهويه بسيب الحمام عادي، اطلع اعملوا اللي انتوا ايه عايزين تعملوه، وبعد كده بقى ابدا اللي انا ايه اداوي فيه. بص بقى اللي انا بقول لك عليه قبل كده، ما تسيبش باب مفتوح. بص الحمام بيعمل ايه، الحمام برضو ايه بيكشف بعضه، الحمام بقاله فتره كبيره مقفول عليه ما شافش بعض. بيبداوا بقى اللي هم ايه يجاروا على بعضهم، يصرخوا على بعض، يحفظوا بعضهم. كل ده في حته بقى التهويه والتشميس، لكن حته بقى اللي هم يعشقوا بعضهم ده كل شيخ وله طريقته. لازم ان انت تفك العشق بتاعهم ده، بس انت في اول الايام بتاعك هيبان. يعني الحلس ده بيجري ورا ده، امبارح كان العكس اهو. برضه لازم ايه لمحتك في الحمام ده، شوف ايه اللي راكب ايه، شوف ايه اللي عاشق ايه. القصه دي متبقاش فاتح لهم كده ومش فاهم اي حاجه، ولا تفتح لهم وتمشي من وشهم، لا اقعد كده حتى في كرسي الارضيه كده هو، ولا اقعد برضه في النضاره كده اكشف الحمام بتاعك، شوف ايه راكب ايه، شوف ايه عاشق ايه، شوف فرد الحمام اللي كتفه شايله، شوف اللي هو مش قادر يطلع، شوف احتياجات فرد الحمام ايه. كل ده في قلب الغيه.
المزارع هذا اللبلق الاسود والسرقال. ده برضه العشق بتاع الحام بيجي من الببان لما بتكون السداب مفتوحه على بعضها. قمت دلوقتي اهو لسه قافل دولت يعتبر اول امبارح لهم الحواجز بتاعتهم واضح مش هتعرف برضه تعملهم قبل كاش والوش راكب حته كرتونه وتسد اهو. بص طبعا بيبقى قبل كاش مفيش فايده حامي يكشف بعض. لكن بص دولت حدس دولت الناحيه دي حدس دولت الناحيه دي. بص ده لسه ما اتقفلش. بص بين القطع والقطع ده مش يعشقوا بعض ده يتجوزوا ويجيبوا عيال مع بعض. بص ده القطع ده هو اللي ما اتقفلش وده وده هم السبع بيبان دولت اللي لسه ما اتقفلوش. تمام يا رجاله فدولت خدوا المستحم بتاعهم بالماء النظيفه والاولانيين خدوا المستحم بالماء النظيفه كده النهارده يريحوا وبعد كده اهو جايب لهم شويه ملح خشن من عند العطار كده كده عندنا منه شويه تحت فجاب شويه في ايديه وانا طالع. ده الملح الخشن اهو مش لاقيه ملح عادي وشغل الدنيا سهله يعني متعطلش نفسك. الميه دي برضه لما بتحطها لفرد الحام بتهدي الدنيا كتر الجعير والشخوره والقصه دي برضه الميه دي يا جدعان بتخليهم ايه يبطل سيرك شويه. ركز بقى في الدش بتاعه السخونيه اللي هي فيه دي لان الشمس بتسخن فرد الحمام بتهدي يعتبر بتهدي فرد الحمام. ده هو شكل الحمام اهو تمام رجاله. فاحلى صباح عليكم فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر والسلام عليكم ورحمه الله. يا احلى ناس في الدنيا.